يقول سمعنا أن السعودية نظمت الحج في هذا العام بطريقة لم يسبق لها مثيل، فنرجو توجيه شكر لهم. الشكر يا أخواننا لله سبحانه وتعالى، أولا أن هيأ للحجاج مكانا آمنا يؤدون في هذه الشعيرة العظيمة. ربنا سبحانه وتعالى يمتن على المؤمنين فيقول: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا. بالله شوف النعمة دي كيف، ربنا أمن المكان ده، جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. الحرم من الأمانة اللي ربنا جعله فيه، وهذه الأمور معلومة حتى عند العرب في الجاهلية، إن الحرم ده كله في مكة والمدينة الحرم لا تقطع أشجاره، شجرته بتقطعها من الحرم، ولا ينفر صيده، تلقى الحمام تلقى الغزلان وغيره في الحرم ممنوع تقتله، لو انت حاج ولا ما حاج، معتمر ولا غير معتمر، حرام تنهاره مش تقتله، ده كله حرام. ليه؟ هذا امان. الحمام بتاع الحرم بيختلف من بتاعنا هنا، ده تعرف بتاعنا ده مما تقرب منها بتطير، بتاعت الحرم ولا بتطير ذاته، امان، عايشه في امان. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا. وربنا سبحانه وتعالى قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يرد إرادة بس، أنت لو فكرت تعمل جريمة في الحرم ربنا بعذبك، بس إرادة في قلبك. ودي من الأشياء اللي يحاسب فيها الإنسان، بالإرادة فقط. فيا أخواننا الناس ما محتاجة لولا أحداث معينة، الناس ما محتاجة أصلا تتكلم عن نظام السعودية ولا تشكر السعودية على هذا، وإن كان الشكر واجب، شكر ده من الواجبات لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. لكن يا أخوانا الناس ما محتاجة تصغر هذه المسألة. ليه؟ لأنه ده شيء معلوم، يعني السعودية دي لا الليلة ولا أمس، ده ماشي جديد. لكن يبقى السبب شنو اللي بيخلي الناس الليله في الاعلام بتتكلم عن تنظيم السعوديه وشكر السعوديه، والدعاة بيتكلموا والعلماء وكده وبيشكروها. ليه؟ لانه في اعداء للحرم وللحجاج وللمسلمين وللدوله السعوديه، في اعداء قاعدين جوا الحرم وبرا، من الشيعه ومن غيرهم، ديل اللي بيتربصوا بالمؤمنين وعملوا قبل كده مقتلة عظيمة جدا بين الحجاج، واستعانوا بناس من غير إيران ومن غير شيعة إيران، استعانوا بهم واستغلوا قضية زحام الناس عند الجمرات. شارع كان واحد والناس بيزدحموا فيه شديد، جو واحدين الناس كلها دافعة ماشية لقدام، جو ناس راجعين فيهم من هناك، بقى زحام شديد، الناس ماتوا اختناقا وداسوا عليهم البعض بالاقدام. استغلوا احداث زي دي، وهم دارين يصلوا لشنو؟ دارين يصلوا لانه الحج يتحول الى يد ايران المجوسيه الخبيثه، ده دار يصلوا له، وبالتالي سعت المملكه عشان تكفل الباب ده، لانه بعد ما حصلت المقتله ديك طوالي ايران رفعت عقيرتها وقالوا المملكة عجزت عن إدارة الحرم وإدارة الحج، وخلوا يحولوا لنا، وقالوا أعملوا لجنة تشرف على الحرم. وبالتالي هذا العام كان النظام بروعة ما مشهود لها قبل كده، والناس دفعوا فيه وبذلوا ونظموا نظام، والله أنت لو شفته بعينك تتعجب، والله تتعجب. الشارع الواحد اللي بيودي للجمرات عملوا أكثر من 10 شوارع، الجمرات دي 5 طوابق لفوق، الناس ذات ولا قادر يطلعوا فوق، طابقين بس قضوا أغلب الناس دي. تمشي ترمي الجمرات، مش زمان زحام بمزاج. أنا حتى واحد بهزر معاه كده قلت له: أنت عارف خليك من الزحام، قلت له لو بيجوز الجمرات يمكن تدقل بها في الأول، وهذاك تمسكها تجدعها بمزاج، زحمة ذاته ما في. نظام بديع جدا. الحاج عملوا له تصريح وجابوا قوات من الأمن ومن الشرطة بتحميهم، ناس ذاته
والله ربنا حباهم بأخلاق وبخدمة عجيبة، يخدمك خدمة بأعلى مستوى وهو مبتسم ويساعدك ويشيل الكبير الحاجة اللي ما قادر يمشي، ها ويساعدوا المرة الكبيرة والطفل الصغير يشيلوه يرفعوه معهم وممكن يشيلك في ظهره عشان انت تأدي المناسك بتاعتك. ده منو اللي بيعملها؟ منو اللي بيعملها؟ لكن ناس بيخدموا ضيوف الرحمن رغبة لا رهبة وليس طمعا، زي ما بيقولوا الإخوان المسلمين عندهم رسائل خبيثة، يقول لك ديل بيخدموك بمقابل، يعني انت لما تمشي للحج من هنا بتدفع لهم وهم بيخدموك. والله الشغلة دي هم لو داروا يفتحوها تجارة لهم المقابل بتاعك ده انت ما بحججك، القرشات اللي بتدفع ديل لو هم داروا يشتغلوها تجارة ده ما بحججك انت ولا اي حاجة، لكن الناس ديل بيخدموا، ده الشيء اللي شافته اعيننا، يخدموا الناس خدمة لضيوف الرحمن. وبناء على هذا ناس بيحرسوا التوحيد يا اخواننا، ناس بيطعموا ويكرموا ضيوف الرحمن. الزول بيكون واقف اليوم كله، واحد انا بكلمني من العساكر بتاعينهم قال لي انا واقف في بقيت في محلي ده 24 ساعة واقف بساعد ده وبخدم ده ويروش ده بالمويه ويشيل زول عديل يوصله ويركب ذاك 24 ساعة واقف، وقال لي حتى الأشياء المقابلة اللي احنا بناخده ما عنده اي علاقة بالخدمة اللي احنا بنخدمها دي، قال لي احنا بنخدم ضيوف الرحمن. والناس لما تقدم في الأعمال عموما السعوديين هناك ما وضعهم ما زينا، امورهم ظابطة ومرتاحين ما عندهم مشكلة، ما ساكين الشغل زينا احنا هنا، فهمت؟ لكن قال اول ما يقرب موسم الحج الشباب السعوديين من العساكر ومن غيرهم بيجوا يتسابقوا لخدمة ضيوف الرحمن. ناس زي ديل اجوا شيعة وغيرهم من اخوان مسلمين وغيرهم ينبذوهم ويسيئوا لهم، نحن والله شكرا لله سبحانه وتعالى وشكرا لمن اسدى لنا الخير نشكرهم كلهم. والله يا خادم الحرمين الشريفين، زول تقدم في السن ربنا يحفظه ويرعاه، تقدم في السن بيجي ينزل بنفسه ويتفقد المخيمات في مينا، يتفقد السراير بتاعت الناس الراقدين فيها والبطاطين، يجي ننزل بنفسه يتفقدها. ديل ما ناس بيخدموا يا اخواننا، ما يستحق الناس تشكرهم؟ وبالتالي نحن بنشكرهم لا لمصلحه، نحن الحمد لله وقت حجينا حجينا بحقنا، دفعنا قروشنا ومشينا حجينا بحقنا، ما في زول قال لنا تعالوا حجوا مجاني عشان انتوا قاعد تشكروا السعوديه، لا، لكن احنا بنشكرهم رضاء لله سبحانه وتعالى. وناس خدموا الحجاج، واثنين مليون ونص حاج، دير الرسميين غير الغير رسميين، دير لو دخلوا بلدنا دي ليله واحده بس والله قدرة فول ما تلقاه. اثنين مليون يخشوا البلد دي ويتغدوا جد هنا، انت بتاكل شنو ثاني؟ يا ناس اتقوا الله، يا ناس اتقوا الله، دير ربنا سبحانه وتعالى خدموه. وسيبك من كونه نحن نشكر لهم ولا نحن نشكر السعودية ولا ما نشكرها، سيبك من ده كله، ناس يا اخواننا خدموا حاج ربنا بيشكر لهم، خدموا التوحيد وخدموا الحجاج ربنا بيشكر لهم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال إن امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل، بغي بتعرف معناها شنو؟ المرأة الزانية يعني، من بغايا بني إسرائيل، قال سقت كلبا، كلب جابت مويه شربت الكلب، وفي روايه بيخوف فيها شالت النعال بتاعتها ملت مويه ودت الكلب شرب، قال فشكر الله لها. يا اخي دي سقت كلب، خليه 2 مليون و500 حاج حجاج، ناس جايين يحجوا بيت الله تبارك وتعالى، ناس ربنا يكرمهم بالحج وديل يجي يخدمهم ويقيفوا معاهم، ديل باقي لك ربنا بيكرمهم ولا ما بيكرمهم؟ والله نحن شكرناهم ولا ما شكرناهم بيكون ادينا الواجب علينا، لكن زي ديل ربنا سبحانه وتعالى بينصرهم، لانه ربنا قال ولينصرن الله من ينصره. رضيت يا اخو مسلم ولا ما رضيت؟ رضيت يا شيعي ولا ما رضيت؟ زي ديل ربنا بينصرهم، ناس ينصروا التوحيد، المشاعر دي كلها من اولها لاخرها، سيبك من اكل وشراب ومواصلات وقطارات وزلط طالع وزلط نازل وعسكري بيساعدك، سيبك من ده كله،
ناس بيوقفوا عساكر جنب المشاعر. انت لو جيت تتمسح باي مشعر من المشاعر ولا شيل لك حجر ولا سيف تراب، ده اللي بيقفوا جنبك بيقول لك ما بجوز ما بجوز هنا يا حاج، يقول لك ما بجوز ده حجر حجر، يقول لك ما في شيء امشي مر مر، يقول لك الله. ناس بيحموا التوحيد ربنا وقف معاهم، والله نحن وقفنا ولا ما وقفنا، ناس زي دين الله بقيف معاهم، وربنا سبحانه وتعالى بمدهم وبثبت اقدامهم. تزعل يا اخو مسلم تنشرط، فهمت يا شيعي؟ تنشرط النص. ناس زي دين ربنا بعينهم وبوفقهم، لانه اللي بيحمي التوحيد الله بيحميه، واللي بينصر التوحيد الله بينصره. اصل السعوديه دي يوم التفرط في التوحيد ده اتورطت. انا بكلمك لا بينفعهم بعد ذات جلالة الملك ولا سمو الأمير ولا سعادة الفلان، ما بينفعهم ده كله، ولا سمو الأمير وسمو الملك وسمو كلهم. تفرط في التوحيد ده ربنا يذلك، مش كان بيجي السعودي، مش كان بيجي قرشي، والله ربنا يذلك. لأنه ربنا قال النصر بيكون بشنو؟ بيكون بالتوحيد. ولا ينصرن الله ما ينصره، ربنا قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فنحن بنقول للمملكة وللملك حرسه الله وحماه ووفقه، نقول له لو فرطت في التوحيد والدعوة السنة الصحيحة يومك التفرط فيها بعد ذاك ما بيحميك طائرات، ولا تجيب لي انت نوف وما تعرف طيارة بتطير برا طيار وطيارة بترك، ما بيحميك ده كله. لأنه الآن دول عظيمة جدا عايشة في زعزعة زعزعة وعدم أمان، وعندهم طيارات بتطير وحدات غواصات بتعد، ما بيحميون، الحماية عند الله سبحانه وتعالى.